ولنقف عند تفاصيل التطورات السياسية والميدانية أيضا في السودان. معنا من أم درمان الصحفي في مكتب الحدث في السودان شهدي نادر، ومن القاهرة أيضا ينضم إلينا الزميل مراسل الحدث أحمد عثمان. أهلا ومرحبا بكما شهدي. أبدأ معك بداية حتى نستطلع منك التطورات الميدانية في البداية على الأرض، تفضل. مرحبا بك ربا. التطورات الميدانية ربا تتمثل في ضربة جوية نفذت قبل قليل في مدينة بحري، حيث عاود الطيران المقاتل للتحليق برفقة الطيران الاستطلاعي الذي كان يحلق منذ صباح هذا اليوم. كذلك يستمر القصف المدفعي من مدينة أو من منطقة كرري، من قاعدة كرري العسكرية باتجاه تمركزات قوات الدعم السريع. تتصاعد أدخنة في هذه اللحظات من أقاصي جنوب مدينة الخرطوم وكذلك بعض المناطق في جنوب مدينة بحري وشرق مدينة أم درمان. في مدينة الخرطوم تسود حالة من الهدوء الحذر، هي هدوء مستمر منذ ليلة أمس بعد الاشتباكات الضارية التي شهدتها المنطقة الواقعة شرقي محيط قيادة الجيش وتحديدا جسر كوبر من ناحية مدينة بحري، حيث دارت هناك اشتباكات وقام الجيش بعمليات تمشيط في المنطقة الواقعة على الضفة الأخرى من النيل المحازية لمحيط قيادة الجيش وكذلك شرق مقر سلاح الإشارة، هو أحد الأسلحة التابعة للجيش السوداني. كذلك ربا التصريحات التي صدرت أو المخاطبة التي ألقاها مساعد قائد عام الجيش السوداني ياسر العطا بأنهم سيبدون في استخدام القوى المميتة بما يوافق عليه قائد عام الجيش. هذا الأمر ربما نبدأ في أن نشهد معارك ضارية خلال الأيام المقبلة. هذه التصريحات ظلنا نستمع إليها من مساعد قائد عام الجيش السوداني، وهو على وجه التحديد هذه التصريحات مباشرة تدخل حيز التنفيذ. كانت آخر التصريحات التي أطلقها إبان هدنة عيد الأضحى المبارك، ومن بعدها حينما توعد بشن حملة أو معارك ضارية باتجاه تمركزات وتجمعات قوات الدعم السريع، وبالفعل بدنا نشاهد الجيش يهاجم منذ العيد. حاليا أيضا نتوقع أن تشهد الأيام المقبلة بناء على هذه التصريحات معارك وهجوم على تجمعات وتمركزات قوات الدعم السريع. طيب سأعود إليك شهدي أيضا لنستطلع بعض ردود الفعل حتى حول ما يجري سياسيا، ولكن ننتقل أيضا إلى الزميل أحمد من القاهرة حتى نعرف منك أحمد كيف تجري أو هل بدأت حقيقة هذه الاجتماعات لقوى الحرية والتغيير، أي تسريبات أو معلومات حول ما يجري بحثه؟ نعم أهلا بك روبا، أنا أحدثك الآن من أحد الفنادق الذي من المفترض أن يبدأ فيها الاجتماع بعد حوالي ساعة ونصف من الآن. يعني حتى الآن لا أحد يستطيع أن يقول بأن هناك تسريبات معينة، ولكن هناك مجموعة من العناوين المطروحة التي تقرر أن تكون محورا للحوارات هنا في القاهرة بين قوى الحرية والتغيير وعدد أيضا من التيارات المدنية. ما نستطيع أن نقوله وفقا لبعض المصادر بأن هناك محاولة لطرح ربما مبادرة جديدة من القوى المدنية في هذا التوقيت، حيث يأتي بعد حوالي 100 يوم من اندلاع القتال، لوضع تصور سياسي حول آليات إنهاء الحرب. هذه المبادرة والتي تأتي بالتنسيق ما بين القوى السياسية والتي تأتي أيضا بالتنسيق مع الدولة المصرية بمؤسساتها المختلفة، تأتي في سياق تحركات الإقليمية الأخيرة التي كانت تسعى منذ اليوم الأول لاندلاع القتال بأن يكون هناك نهاية له. وفقا للتطورات الميدانية وأنه لا غالب ولا مغلوب، تنشط المحاولات السياسية والدبلوماسية للوصول إلى تسوية. القاهرة كانت قد استضافت منذ أقل من أسبوعين الاجتماع الأول للدول الجوار على مستوى الرؤساء ورؤساء الحكومات. منذ بعد أيام قليلة سيكون هناك أيضا اجتماع لوزراء خارجية دول الجوار في أنجمينا أيضا لبحث الملفات المتعلقة بفتح ممرات آمنة والانطلاق إلى مشهد سياسي جديد يضم جميع الفرقاء في السودان. يعني هناك محاولات مع طرفي النزاع بغض النظر عن التطورات الميدانية التي تحدث، وهناك محاولات موازية تقوم بها عدد من الدول ومنها مصر لأن يكون هناك تحركات سياسية في محاولة للوصول إلى تسوية بسبب تأثيرات الحرب على دول الجوار ومنها مصر على التأكيد. يعني نحن نترقب طبعا هذه الاجتماعات التي ستبدأ كما ذكرت بعد ساعة ونصف من الآن، ولكن هل لنا أن نعرف أو إذا تبين من يحضر بالتحديد من قوى الحرية والتغيير؟ نحن نعرف أن هناك الكتلة الديمقراطية، هناك أيضا
المجلس المركزي وأيضا قوى سياسية ومدنية أخرى غير تابعة لقوى الحرية والتغيير. من وصل حتى الآن؟ نحن سعيد نتحدث عن بعض الأسماء مثل السيد ياسر عرمان، مثل السيد شريف محمد عثمان، عدد أيضا من أسماء مريم المهدي. هناك أيضا بحسب ما علمت بأنه سيكون هناك مؤتمر صحفي غدا في 3:00 في فندق آخر لتيار الكتلة الوطنية. هل هناك محاولات لتقريب وجهات النظر من خلال حوارات خلف الأروقة لأن يكون هناك تصور واضح لمعظم القوى المدنية، أن يكون هناك تجاوز لأي اختلافات أو الانشقاقات التي حدثت ما بين هذه والقوة خلال فترة ما قبل القتال للوصول إلى تصور معين مشترك يكون متوازي مع ما يحدث الآن من تطورات ميدانية من أجل الوصول لإنهاء الحرب وبداية مشهد سياسي جديد في السودان؟ كل هذه الأمور ستكون محل نقاش خلال اجتماعات القاهرة التي من المفترض أن تستمر غدا. لا أحد يستطيع أن يؤكد بأن يكون هناك ربما الوصول إلى تسويات كاملة، هي محاولة لتقريب وجهات النظر. هناك تنسيق مع أطراف مصرية لتقريب وجهات النظر ما بين الفرقاء السودانيين للوصول إلى تصور واحد فيما يتعلق بمستقبل المشهد السياسي بالتوازي مع تطورات المشهد الميداني مع وصول القتال إلى يومه الماء. كل هذه الأمور يعني قد تتضح غدا، سواء فيما يتعلق بمؤتمر الكتلة الوطنية التي قد تطرح رؤيتها، أو فيما يتعلق بمؤتمر إذا كان سيكون هناك مؤتمر ختامي لقوى الحرية والتغيير، أو الاكتفاء ربما ببيان صحفي سيتم توزيعه على وسائل الإعلام. طيب شهدي، مرة جديدة إليك وبالتوازي طبعا مع ما يجري على الأرض من تطورات ميدانية في هذا الحراك السياسي السوداني وبرعاية مصرية في القاهرة، ما هي ردود الفعل في الداخل السوداني؟ نعم، هناك حالة من التباين أو الانشغال بما يجري في القاهرة وتحديدا الاجتماع الموسع الذي ستعقده قوى الحرية والتغيير، بحكم أن الحرية والتغيير ظلت هي أحد الفاعلين الرئيسيين في مشهد الانتقال في السودان منذ ما قبل سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير. هذا الاجتماع أيضا لقي ترحيبا حذرا دعينا نقول من قبل القيادي في مجموعة الكتلة الديمقراطية مبارك رزول، والمفارقة أنه أيضا يتواجد في مصر. ينتظر أن يناقش هذا الاجتماع بحسب ما علمته وبحسب تصريحات من القيادي بقوى الحرية والتغيير خالد عمر يوسف قضايا سياسية وتنظيمية وكذلك قضايا إنسانية. سيناقش موقف التحالف، كيفية إسهامه في وقف هذه الحرب بشكل أساسي، بلورة موقف يتماشى مع مشهد ما بعد 15 من أبريل. كذلك سيناقش قضايا إنسانية وسيبحث تجميع وتوحيد الجبهة المدنية المناهضة للحرب وبلورة موقف موحد يتم الانطلاق منه. كذلك سيتخلل تواجد الوفد هناك اجتماعات مع القيادة المصرية بحث معها كيفية الحل وأيضا توحيد عملية توحيد المنابر، بحكم أن حيث ترى الحرية والتغيير بأن تعدد المنابر ربما يضر بالقضية هنا في السودان والاختتال الدائر أكثر مما يفيدها. ستبحث عملية تنسيق الجهود الدبلوماسية الرامية لعملية وقف الحرب عبر منبر واحد يسهم في إيقاف هذه الحرب. نعم. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.